اللي ما يعرفش الجانب ده في شخصيتك، الجانب الموسوعي المعلوماتي اللغوي الشعري ده، يقول ان انت عارف اللي هو ايه، عارف اللي عايشين على السطح كده اللي هو ما فيش خالص. هو ده لما كنت عامل شخصيه دبور في الاول، في ناس كتير كانت فاكره ان هو ولد عامل كده، يعني هو شاب عامل كده حقيقي، ان انت دبور، ان هو ان ده شخصيه عامله كده. اصحابي انا القريبين اللي يعرفوني من قبل كده استغربوا لو عملت الشخصيه دي، لانه انا بطبيعتي مش كده. فلما شافوا الشخصيه دي استغربوا، والناس الثانيه العكس. يعني انا فاكر اول لقاء ليا عملته بعد دبور ده، ما حدش كان، الناس استغربت جدا شكلي وطريقتي. او انا كنت فاكره مبدئيا ان شعرك كده لما طلعت في تامر وشوقيه، فاكر؟ انا والله كنت فاكره. وبعدين ايه، كان في عرض خاص لتيرنت العرض الخاص، فانا كنت رايحه مع جوزي واولادي عادي يعني بنتفرج، وانا لقيت الدنيا سامين وسلمت عليها، وكان في واحد واقف جنبها طبعا ما سلمتش يعني، سلمت على دنيا وبتاع وكده، واحد انا ما اعرفوش. وبعد كده وانا ماشيه قالت لي مش هتسلمي على احمد، فروحت سلم. كان السلام طبعا عجيب، بس كنت متخيله انه ده شعرك ساعه، وانا وناس كتيره. هو كان الحاجه الحلوه في موضوع التمثيل ده، لما تيجي تعمل شخصيه وتبقى كاتب لها فعلا تاريخ وتعملها بطريقه حقيقيه، انا بسعد لما الناس تصدقها انها حقيقيه جدا. انا مش مصدق نفسي، احنا شعرنا زي بعض، بنرقص زي بعض، وبنضرب بنفس الراجل. حتى اليوم اللي اخترته عشان انزل فيه سبعيناتي لقيتني برضه سبعيناتي. احنا لازم نتجوز. انا في موقف قلته قبل كده، بس هو ده انا بيضحكني جدا. لما كنت قاعد مره بفطر مع والدتي في رمضان، والكبير كان شغال، ومشهد فيه ثلاثه، كبير وجوني وحزلقوم، كان شغال وانا باكل وهي قاعده معايا. فشويه لقيتها ايه، بص لي كده وتبص للتلفزيون وتبص لي تاني، فضلت كتير تعمل كده. فبقول لها هو في ايه؟ بتقول انا مش فاهمه، هو انت ابني مجنون ولا ملبوس؟ انت ازاي دول وانت ده؟ وهم اصلا انا مصدقه انهم ثلاثه وانت ابني. فطبعا ده ضحكني، لانه كان عندها الحاله دي شويه معايا. مالك يا بستعجل واكلاك النار ليه؟ كانك عاوز تبيع الدوار اياك. بصراحه؟ والله عادي كده من غير ما تقول لنا. ما انا كنت ناوي اعملها لكم مفاجأة. مفاجأة ان احنا نصحى الصبح نلاقي نفسنا في الشارع؟ هي دي المفاجأة يا حزلقوم؟ اخص اخص عليك. لا يا جماعة، انا كنت عايزكم تصحوا من النوم تلتهوا نفسكم لكم ملك في الدوار.